السلام عليكم شباب، ناخذ المحاضرة. ما أعرف صراحة قد ترتيبها، أكتب إن شاء الله على عنوان الفيديو. محاضرة الكلينيكال انزيمولوجي من محاضرات دكتورة سيناء. طبعا هاي المحاضرة هي 25 سلايد، بها فهم شوية وحفظ، يعني أكثر من الفهم شوية، فيعني فهم شوية حفظ هواي، إيش نقدر نقول. فراح شوية أعذونا إذا صار الفيديو شوية طويل، بس غايتي مو بس أشرح فكرة، غايتي إنه نطلع من هاي المحاضرة فاهمين وحافظين إن شاء الله. فهنا شنو عندنا؟ كلينيكال انزيمولوجي، فكرة المحاضرة ككل. فكرة المحاضرة ككل إنه أنا عندي الإنزيمات مكانها الطبيعي موجودة داخل الخلية، داخل السيل أكو إنزيمز. إذا صار في الدمج، في التفليش، في الدمار بالخلية، الخلية راح تتفلش. هذا الإنزيم اللي موجود داخله وين راح يروح؟ راح يروح من الخلية للبلاد سترين، فللبلاد. أنا شنو أسوي؟ أجي أقيس نسبة الإنزيم اللي موجود بالبلاد، فإذا لقيته مرتفع يعني هاي الخلية شبيها صاير لها فد ضرر، صاير لها دامجينج، أي شيء نوع من الضرر. اوكي، فهاي فكره، فكره يعني هي هاي الفكره المبسطه، فكره يعني اللي على ارض الواقع. انه انا عندي كل شو هواي انزيمات، صراحه ما اعرف بالمئات بالالاف، كل شو هواي انزيمات. فهاي الانزيمات اكو بيها مثل انزيمات دورات كريبس وانزيمات الكربوهيدرات، وذني موجودات بكل خلايا الجسم. فذني من تزود زود بالدم، ما اعرف بيا مكان من الجسم صار الخلل. اوكي، من القلب، من المصلز، من يعني الفيزرا، ما اعرف، كل شيء ما اعرف. فبينما اكو عندي انزيمات موجوده بمكان واحد، هاي اللي موجوده بمكان واحد، هاي اللي موجوده بمكان واحد بس تزيد، مباشره اعرف انه انا عندي فتخلل صار بهذا المكان. هسه عندنا بهاي المحاضرة مثال انزيم كان هيك اسمه اسيد فوسفاتيز، هذا موجود بس بالبروستيت، بغدة البروستات. هذا بس يزيد يعني أنا يعني عندي مشكلة بغدة البروستات. اكو عندي كذلك انزيمات موجودة بأكثر من عضو، وهاي راح يعني بهاي من خلال هاي المحاضرة نتعامل وياها. يعني فكرة المحاضرة كلها انه الانزيمات اللي موجودة بعضو واحد كل سهلة، الانزيمات اللي موجوده باكثر من عضو، يعني بس مو كل اعضاء الجسم، يعني بالليفر وبالمصل، بالبراين وبالبلاد، هيجي هاي نسوي لها فطره ثانيه نتعامل وياها، بحيث من خلالها القى فت فكره وين صار الخلل. يا خليه بالجسم اللي تفلشت، هاي الخليه موجوده بيا عضو، يعني فور دايجنوستس بيربسز. فنبلش هذا السلايد الاول. قلت لكم انه هاي النورمال سيل تورنوفر. انا الخليه عندي خلايا الجسم كل فتره، مثلا خلايا الدم الحمر 120 يوم، هيك كل فتره يصير تورنوفر، دوره حياتها تنتهي. فهاي اللي تموت الانزيمات اللي بيها وين راح تروح؟ راح تروح للبلد. فاذا راحت للبلد فعندي نسبه من هاي الانزيمات راح القاها بالبلد. زين، اذا صار فد حاله ابنورمالتي، كمية راح تتفلش هاي الخلايا، فكمية الانزيمات اللي تجين للبلد شنو تكون؟ تكون عالية، فدلالة على انه عندي فت خلل. طيب measurement of the خلينا نشيل هاي. measurement of the activity of enzymes in plasma are of value in the diagnosis and management of wide variety of diseases. يعني انا هاي تفيدني القياسات مال الاكتيفيتي اوف انزيمز، وين تفيدني؟ تفيدني بالدايجنوسيس، بالتشخيص، على مود اعرف يا خليه هي صاير بها دامج. اند مانجمنت اوف ا وايد فاريتي اوف ديزيز. واحد هاي ارقام بريزنت هاي على يعني هاي كملاحظات عن الانزيمات. الانزيمات بشكل عام هي تكون present high in cells but low concentration in plasma. هي شغلها تكون داخل الخلية، فأكيد داخل الخلية تكون عالية، خارج الخلية بالبلد بالبلازما شو تكون؟ تكون قليلة مستواها الطبيعي.
إذا صار عندي abnormality تنعكس. Important in diagnosis and the prognosis of disease تفيدني. Function inside cell and non-function in the blood called non-functional plasma enzymes. هاي شنو non-functional وهاي functional plasma enzymes. أنا عندي الإنزيمات بشكل عام هنا راح أقسمها نوعين، قسم موجودة بالبلاستريم هي وظيفتها بالبلاستريم، وقسم لا هي وظيفتها بالخلايا بس نتيجة صار دمج بالخلايا وطلعت، أو ماتت الخلايا وطلعت. فاللي ماتت الخلايا وطلعت هاي إلها يعني هي شلون نقول اضطرها الزمن إلى أنه تجي للبلازما، ما عندها مكان غيره، لازم تجي للدم على مد يصير لها فتح حل، يصير لها ميتابوليزم أو كذا، مو فد مشكلة يصير لها فتح حل. فهاي داخل البلاد ما لها وظيفة، نسميها نون فانكشنال بلازما انزيمز. هنا معطيني مثال امثله اثنين، اي ال بي واي سي بي، وكل الانزيمات اللي راح ناخذها بهاي المحاضره هي من النوع النون فانكشنال بلازما انزيمز. النوع الثاني من الانزيمات اللي هي يصح لها فانكشنال بلازما انزيمز، يعني شنو؟ يعني هاي هي موجوده بالدم على لان هي وظيفتها موجوده بالدم، وظيفتها بالدم مثلا مثل الكوغوليشن انزيمز، هاي هي وظيفتها كوغوليشن تخثر، فوين التخثر؟ بالدم، فهي لازم موجوده بالدم. فهاي ما تفيدني تشخيص وكذا كوغوليشن انزيمز، اللي تفيدني بالتشخيص واللي اشتغل عليها اليوم هي النون فانكشنال بلازما انزيمز. طيب هذا الجدول يا شباب راح يختصر لنا المحاضره كلها، اوكي؟ بس طبعا راح نروح ونرجع عليه وكذا، يعني يفيدنا كلش، اعتمادنا راح يكون 90% على هذا الجدول. ايش بيه هذا الجدول؟ هذا الجدول منطين الانزيمات واغلبهن اذا مو كلهن اغلبهن راح ناخذهن هسه بهاي المحاضره، مو كلهن بس اغلبهن. ذن كل واحد ومكانه وين؟ ليش؟ على مود اعرف انه هذا اذا زاد، يعني مثل هذا وين اللي قلت لكم عليه اسيد فوسفاتيز، هذا موجود بالبروستيت بغده البروستات، اذا زاد اني شنو عندي؟ عندي صار فد مشكله بغده البروستات. ها هي. طيب من الانزيمات شنو عندي؟ عندي اول واحد اسمه اي اس تي، انا مطالب انه اعرف اسم الانزيم ككامل اسبارتيت امينو ترانسفيريز والمختصر مالته اي اس تي. طبعا اسمه الاخر هو جي او تي او اس جي او 2 اللي هو جلوتاميت اوكسالو اسيتيت ترانس امينيز. كلمه اس هاي السيرم مو الا بالسيرم، هو ممكن نلقاه بالسيرم بالبلازما، يعني مو كلش كلمه دقيقه. يعني جلوتاميت اوكسالو اسيتيت جي او تي او اي اس تي، هذا من هو؟ هذا اسبارتيت امينو ترانسفيريز. طبعا اعيد واكرر بالمعلومه حتى تثبت ببالنا، واذا يمكن ورقه وقلم وتكتبون كلش تصير سهله. هذا وين مكاني؟ هذا مكانه هارت وليفر، اوكي؟ الانزيم الثاني شبهه اللي هو ذني اثنين بالميتابوليزم مال الامينو اسيد، هذا شنو اسمه؟ اسمه الانين امينو ترانسفيريز اي ال تي، او يصحوا له شنو؟ جلوتاميت بايروفيت ترانس امينيز اس جي بي تي. جي بي تي هذا موجود بالهارت وبالليفر، بس انا طبعا شوفوا على الهارت مخلي اكس متعمد، لانه اكثر نسبه وجوده بالهارت، يعني الاي ال تي انسيدنس على عفوا على الليفر اكثر شيء، اوكي؟ هو شوفوا مو اي ال تي بالال ليفر بالال، يعني هاي تفيدنا كطريقه للحفظ. فالانين امينو ترانسفيريز هارت وليفر، بس اكثر شيء ليفر، هو موجود بالهارت مو موجود، واذا صار مشكله بالهارت هم يزيد. يعني انا شلت الهارت مو يعني لانه ما موجود بالهارت، هو موجود بالهارت بس الاكبر كميه موجوده من عنده بالليفر، اوكي؟ والاي اس تي كان موجود هارت وليفر، اي اس تي او دي او تي. الاي ار تي شنو اسمه الثاني؟ جي بي تي. الانزيم اللي وراه هو الكلاين فوسفاتيز. الكلاين فوسفاتيز موجود شوفوا وين؟ موجود بون انتستين اذر تشوز. شيلوا كلمه اذر تشوز، شو تخلون مكانها؟ ليفر وبلاسنتا. هاي اذر تشوز ليفر وبلاسنتا بدل اذر تشوز ليفر وبلاسنتا. طبعا تقولوا لي شلون كذا، راح ناخذ احنا بالتفصيل من نحكي عنه، فنلقى يقول لي هو موجود بالبون بالانتستين بالليفر وبالبلاسنتا.
المشيمه. طيب هذا الكلاين فوسفاتيز، اذا زاد الكلاين فوسفاتيز انطيني انسيدنس دليل على انه الدمج بوحده من ذني الاربع اعضاء. طيب الاسيد فوسفاتيز قلنا بالبروستيت الاي سي بي، الجاما جلوتاميل ترانسفيريز هذا موجود بالليفر. طيب الجاما جلوتاميل ترانسفيريز ما يزود دائم، يعني مو باي خلل بالليفر يزيد، بيفد ملاحظه انه يزيد بذول اهل الكحول، يعني في انواع معينه خصوصا اهل الكحول من اللي يتناولون كحول ويتعاطون مع يشربون كحول، ذولا يزيد عندهم الجلوتاميل ترانسفيريز، فاصلا بالمستشفيات يستخدمونه كطريقه للكشف عن ذول الكحوليزم اهل الكحول. جلوتاميل ترانسفيريز وين موجود؟ بالليفر. اوكي كرياتين كاينيز، الكرياتين كاينيز احنا نعرف الكرياتين هاي موجوده بالمصلز وكذا، ذول اهل الحديد ياخذونه كمكمل وكذا، فالكرياتين كاينيز سي كي هذا موجود بالمصل، وهاي المصلز انكلودينج كارديك مصل، كارديك مصل هم عضله وبيها تقلص وانبساط، ف ويا المصلز كارديك مصل سموث مصل سكيلتال مصل موجود بها كرياتين كاينيز، وايضا موجود بمكان ثاني اللي هو البراين. تقولوا لي منين شلون عرفت انه هو موجود بالبراين؟ الجواب احنا ما راح ناخذه بالتفصيل، كاتب لي انه موجود بالبراين. فاللاكتيت ديهايدروجينيز، هذا اللاكتيت ديهايدروجينيز هم موجود باربع اعضاء، شلون كان الالكالين فوسفيت موجود باربع اعضاء، بون انتستين ذاكته وليفر وبلاسنتا، هذا لا موجود باربع اعضاء بس غير ذنيته، لان هارت الليفر نفسيته والمصل والار بي سي، هارت ليفر مصل وار بي سي. ضروري طبعا ذني لازم نحفظهن نركز عليهن، بس يعني هسه نوجدهن واحنا راح نجيهن وحده وحده ان شاء الله. فالفا امايليز موجوده بالبنكرياس، كذلك موجوده بالسليفري بالسلايفا، يعني السليفري جلاند هاي الامايليز، لان عندنا سولينجوال امايليز اللي يجين من الفم ويا اللعاب، وعندنا بنكرياتيك امايليز اللي يجين من البنكرياس. فاذا ارتفع الامايليز دليل على انه المشكله وين؟ يا اما بنكرياس يا اما شنو اسمه سلايفا. يلا نكمل يا ابطال. شنو عندنا؟ عندنا disadvantage of enzyme assays. هذا الكلام انا اغلبه حكيته بالمقدمه. شو يقول لي؟ major disadvantage in the use of enzymes for diagnosis. احنا هايدا نستخدمها كلها على مود نشخص for diagnosis اللي هي وظيفتنا احنا كاطباء تشخيص. ف شنو المشكله مالتها؟ diagnosis of tissue damage is their lack of specificity to a particular tissue or cell type. Many enzymes are common to more than one tissue. العبارة هي واضحة نفسها، انه انا ما عندي specificity بهاي الانزيمات، عندي اغلب الانزيمات طبعا ما بيها specificity، انه هذا الانزيم يفرز من اكثر من خلية ومن اكثر من عضو. طيب this problem may be obviated to some extent into two ways. هاي المشكلة طلعت عندنا نعالجها بطريقتين. الطريقة الاولى طبعا face different tissues. الطريقة الأولى خلي أحكي لكم إياها حكي هي والثانية. الأولى إنه أنا عندي صحيح إنه هذا الـ الإنزيم تم إفرازه انفرز من أكثر من عضو، لكن هذا العضو كل عضو فرز أكثر من إنزيم. مثلا عندنا نرجع للجدول الليفر، شوفوا الليفر إذا زاد مثلا الـ ALT هذا دليل ممكن يكون على انه الخلل عندي بالليفر، بس ممكن هم ياثر، ممكن يعني الاي ال تي موجود بالهارت حتى لو كميه قليله هو موجود بالهارت، فحير بين الهارت والليفر. طيب شو اسوي؟ اقول الليفر ينتج انزيمات ثانيه لو ما ينتج انزيمات ثانيه، اشوف فد انزيم ثاني مثلا الاي اس تي مو غير الاي اس تي، مثلا الجلوتاميل ترانسفيريز او اللاكتيت ديهايدروجينيز، فالانزيم ثاني هم ينفرز من الليفر، اذا ذن اثنين هن زايدات مال الليفر يعني الخلل جاي من الليفر، اذا طب بس الاي ال تي زايد والبقيه الانزيمات مال الليفر مثل ال دي اتش غيره هذني طبيعيات، يعني هذا الليفر ما بي شيء، هاي المشكله جايتني من غير مكان من غير الليفر اللي هو بحاله الاي ال تي الهارت. عندنا مثلا
المسلز، المسلز قد يكون كرياتين كاينيز زايد، وقد يكون يعني من اشوف الكرياتين كاينيز زايد ممكن يكون بالمصل المشكله، بس المصل تفرز انزيمات او بالمصل ممكن بالبراين. المصل حتى شلون يعني افرق بين انه هاي بالمصل لو البراين، اشوف انزيم ثاني ينفرز من المصل هم من العضله، ومثل هاي عندنا اللاكتيت دي هيدروجينيز هم ينفرز من المصل، واشوفه اذا هم زايد يعني هاي العضله هي بها مشكله، فالانزيماتها زايده، زايد عند الكرياتين كاينيز، زايد اللاكتيت دي هيدروجينيز وهكذا. اذا هذا الانزيم الثاني اللي قسته ما بي مش يعني نورمال، فاذا المشكله مو من يم المصل، من يم البراين. هاي يعني في الطريقه نعالج بها هاي المشكله. الطريقه الثانيه شنو؟ انه مرات صحيح عندي اعضاء اثنين يفرزن نفس الانزيم، هذا عضو اول وهذا عضو ثاني، لكن الانزيم اللي ينفرز من العضو الاول يختلف تماما عن الانزيم اللي ينفرز من العضو الثاني، فهاي كلش مميزه، يعني كانما صارت انزيمات منفصله، صحيح ان لهن نفس الاسم بس هذا ينفرز من يعني هذا ينفرز بشكل وهذا بشكل اخر، نصح له ايزو زايم او ايزو انزيم، انزيمات اثنين موجودات ينفرزن من مكانين اثنين، بس هن صحيح لهن نفس الوظيفه بس تركيبهن يختلف. اوكي فخلينا نقرا. الطريقه الاولى كانت different tissues may contain and thus release تحتوي وتنتج release when they are damaged two or more enzymes in different proportions، تفرز لأكثر من إنزيم، فأنا عندي أشوف بقية إنزيماتها حتى أشخص إذا كل إنزيمات هذا التشو كل إنزيماته زايدات يعني 100% هو صاير بي دامج، إذا لا واحد من عدهن أقول هذا السبب مو من يمه، اشوف هذا الواحد اللي زاد منو غير عضو انتجه، اتمنى وضحت من غير عضو انتجه اروح ذاك العضو الثاني وهكذا. الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه طبعا هو التشخيص يحتاج ذكاء، لذلك اهل الطبيه لازم معدلات وهيك. السكند سام انزيمز اكزيست ان ديفرنت فورمز ايزوزايم، يعني انزيم هو نفس الانزيم بس له اشكال مختلفه، كل عضو ينفرز كل عضو يفرز شكل مختلف من هذا الانزيم. ايزوزايم او سهلها ايزو انزايم ار انزيمز ذات كاتالايز ذا سيم رياكشن هاوفر ذي دو نوت نيسيسيرلي هاف ذا سيم فيزيكال بروبرتيز، يعني هي صحيح تسوي نفس التفاعل بس خصائصها فيزيكال بروبرتيز مو متطابقه 100% because of genetically determined differences in amino acid sequence، يعني هي الانزيمات بروتينات والبروتينات متكونه من امينو اسيد، هاي الترتيب مال امينو اسيد صاير باختلاف بسيط بين هذا الايزو انزيم وهذا الايزو انزيم. خلي مثلا عندنا ال دي اتش، ال دي اتش يجين اكثر اثنين يفرزن الهارت والمصل، هذا راح نحكي عنه الهارت والمصل. فاشوفه الهارت يفرز شكل يختلف عن الشكل اللي فرزه اللي تفرزه المصل، فاذا زاد عندي هذا الشكل اللي فرزه الهارت يعني المشكله من الهارت، اذا زاد هذا الشكل اللي تفرزه المصل يعني المشكله من المصل. يعني بين قوسين شباب يعني هاي كلش سهله شغله الايزو انزيمز، لانه يعني كانما ذن الاعضاء يفرزن انزيمات مختلفه، صحيح لهن نفس الاسم بس كانما انزيمات مختلفة، لان اقدر اكشف عنهن و شو يصح له اقدرهن القى التركيز مالتهن بالدم كل واحد منفصل. اوكي اشوف هذا زاد مال الهارت مال المصل هيك، فالطريقة مال الايزو انزيمز كلش تريحني. عندنا راح يبدي لي بالانزيم الواحد بالاول هو ال دي اتش، هذا ال دي اتش انا كاتب عليه هاي فوق، هو موجود بالهارت والليفر مصل والار بي سي. منين شلون عرفت؟ من الجدول مالتي، وهسه هنا هم راح نحكي عنه. نشيل هاي ال انونيشنز الشخابيط مالتنا. يقول لي فور اكزامبل انكريز، هذا طبعا راح يحكي لي مثاليا عن الانزيمات اللي هن الهن ايزو انزيم. فاول واحد من هو ال دي اتش،
ال دي اتش، شو اسمه ال دي اتش؟ لاكتيت دي هيدروجينيز، موجود بالهارت والليفر والمصل والار بي سي. سين ان هيمولوتيك انيميا، مشكله يم الار بي سي. هيباتو سيلولار دامج يم الليفر، ماسكولار يم المصل، ديستروفي، كارسينوما اليوكانيميا. Since total LDH is increased in many conditions, the study of isoenzymes of LDH is for is of more significance. يعني هاي كلش راح تنطيني فائدة كبيرة. عارفة منين اجاني؟ طيب هذا LDH كتركيب مالته هو تيترامر، يعني مكون من أربع وحدات أربع وحدات. هاي الأربع وحدات for subunit. But the subunit may be either H heart or M polypeptide chain. يعني رمزولها low H اللي هي موجودة أكثر شيء بالheart، low M موجودة أكثر شيء بالمصل polypeptide chain. يعني هن إلى أربع وحدات، ذن الأربع وحدات يا أما H يا أما M. فشو نلقى؟ يقول although both of them have the same molecular weight 32 كيلو دالتون، there are minor amino acid variation. مثل ما قلت انه هو اختلافات بالامينو اسيد سيكونس مالتهم ترتيبهم. So combination of H and M chains are possible. احنا مو قلنا هو اربع وحدات؟ طيب عددهم اربع، نوعين لو H لو M. فعندي واحد كله H H4، هذا وين موجود؟ اللي قلنا ال H يعني هارت، فكل موجود بالهارت. واحد كله M M4، اربع امات اربع سلاسل كلهن مال M موجود بالمصل 100%. ذني في ذني كتشخيص، اذا الـ H4 اللي ينصح له LDH1 زاد يعني هاي بالهارت، اذا الـ M4 زاد يعني المشكلة وين؟ بالمصل اللي ينصح له LDH5 الـ M4. شنو عندنا بعد؟ الـ H3M ثلاث وحدات H وحدة M، 2 بـ 2 H2M2، وعندنا M3H الـ الام ثلاث وحدات والاتش وحده، مجموعهن هن كلهن اربعه، والاختلاف بال من عنده اتش لو ام. فذني بالنص مو كل شيء يفيدنا، اللي يفيدنا الاتش 4 والام 4، يعني ذني سبيسيفيك. all those five forms are seen in all persons، هن ذني كلهن اشوفهن بكل البشر. طيب ام 4 is seen in skeletal muscle while اتش 4 موجود بالهارت. شغلة بسيطة نورمالي، هاي فد معلومة يقول لي اياها، ال LDH2 يا هو ال LDH2 اللي بي H3M، H4 قلل وحدة من ال H4 من ال Hات وخلي بمكانها M H3M. هاي ال H3M اللي هي LDH2 concentration in blood is greater than LDH1، تركيزها بالطبيعي ال LDH2 اكثر من ال LDH1. اذا صار عندي جلطة خلل يعني من الهارت مايوكارديال انفاركشن راح لا الهارت بي اتش 4 اكثر شيء، اوكي، فراح يصير دمج بالخلايا مال عضله القلب فتنتج لي الاتش 4 اللي هو ال دي اتش 1 لاكتيت دي هيدروجينيز 1، فيعني تنتجه او يتطشر من عندها لان هي الخلايا صار بها فالدمج يتطشر من عندها وين يروح؟ للبلاد، فنلقى ال دي اتش 1 زايد. هاي اذا صار عندي مشكله بالقلب ام اي الجلطة، إذا بالطبيعي لا، بالطبيعي ال LDH2 هو الأعلى. طيب هاي شوفني ال ايزو انزيمز LDH1 L2 3 لحد ال5، ال1 H4، ال5 الأخيرة M4، ذني بالنص ترتيب مالتهن. البريزنت ان ذني بس مرتب ليهن، أنا اللي يهمني شنو؟ اللي يهمني الأولى والأخيرة لأن هي سبيسيفيك، حتى بالإليفيتد ان شو وقت ترتفع ذاكر لي بس عن الاولى والاخيره. ال دي اتش 1 اللي هو اتش 4 هذا موجود بالمايوكارديوم وبالار بي سي، يعني شغلات القلب والاوعيه الدمويه كارديو فاسكولار سيستم، المايوكارديوم والار بي سي. الاتش 4 ال دي اتش 1، الام 4 او نصح له ال دي اتش 5 هذا وين موجود؟ بالسكلتال مصل وكذلك بالليفر هم موجود. شو وقت يرتفع ال LDH1 بالام اي مايوكارديال انفاركشن؟ ال LDH5 هذا شغلته مصل، في سكلتال مصل ديزيز والليفر ديزيز هم ممكن تاثر عليه شويه، بس هو اكثر شيء وادق شيء هو سكلتال مصل ال LDH5 باربع امات كلهن ام.
هذا بالنسبة للأول اللي هو شنو اسمه؟ اللاكتيت ديهايدروجينيز. هذا اللاكتيت ديهايدروجينيز كان ايزو انزيم. خلي ما ناخذ الوعاء مباشرة، ناخذ الايزو انزيم الثاني. وين الايزو انزيم الثاني؟ كرياتين كاينيز. كرياتين كاينيز انا قلت لكم هذا من اسمه كرياتين، شغلته يم المصل. وكذلك خليت بوقتها زائد على الجدول وقلت لكم موجود ايضا بالبراين، فهذا مكانه كريات براين ومصل. نورمال سيرم فاليو اوف كرياتين كاينيز جيت هي 15 الى 100 يونت بير لتر فور ميلز، بالفيميلز 10 الى 80 شويه اقل. كرياتين كاينيز هو دايما هذاك ال دي اتش اللي اخذناه قبل شويه، كان يتكون من اربع وحدات، فهو تيترامر. هذا بس وحدتين يتكون دائما ايت سب يونت. هذا احنا مو قلنا، خلي اغششكم، احنا مو قلنا هو موجود بالمصل وبالبراين، المصل ام والبراين بي، فدايما يا اما ام يا اما بي، فشو تكون ام 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 بي وبي بي هيك، فيعني الوحدات الاشكال مالته الايزو انزيمز. فهو يقول لي دائما each subunit has molecular weight حوالي 40,000. the subunit طبعا المولكولر weight كيلو دالتون. the subunits are called B for brain اللي موجودة بالبراين، B M for muscle. فهو الايزو انزيم مالته مثل ما غششتكم B B، اثنين بيات اثنين امات وواحدة ام وواحدة B. ف CK2 اللي هو MB is iso enzyme is only 5% of total activity. هذا الخبط اللي جاي مصل على براين هذا كلش قليل، 5% من التوتال اكتيفيتي. التوتال اكتيفيتي الكبيره 95% للصافي، يا اما صافي بالبراين او صافي بالمصل. طيب شو وقت يزيد هذا؟ طبعا اذا زاد ابو البراين فهو المشكله بالبراين، اذا زاد ابو المصل مشكله بالمصل، شغله بسيطه. شو وقت يزيد هذا السايد الدكتور اعتقد حتى ما قرأته حسب ما اتذكر، بس يعني هو يفيدنا بالام سي كيوات. شنو هذا؟ يقول لي انا شو وقت راح يزيد هذا شو وقت يزيد كلش هواي، وشو وقت يزيد قليل، وشو وقت يكون يعني طبيعي كذا مو طبيعي. المهم فهاي الاوفن هو بالغالب اكبر من العشرة الى عشرة في يو ال ان. شوف المشكلة وين المشاكل، بولي مايوسايتس. طبعا ما راح نفصل بالامراض هاي، بس نقول يعني وين مكانها. بولي مايوسايتس انا من شفت مايو يعني هي من المصل، اوكي، فهذا الام ام هنا يزيد. رابدو مايولايسيس فالتحلل كذا يصير بالمصل يم المصل. عندنا الماسكولار ديستروفي مايوكارديال انفاركشن، العضلة القلبية هم عضلة، فأكيد يعني إذا صار بها مشكلة راح تفرز كرياتين كاينيز أكثر، يعني يتطشر من عندها مثل ما نقول صار بها دمج، فهذا هو بنصها راح يتطشر يطلع من عندها يزيد بالبلاد. خمسة إلى عشرة يعني هاي زيادة بسيطة بي بعد السيرجري، فلو السيرجري سكلوتال مصل تروما سيفير اكسرسايز واحد يتمرن كل شيء هواي مايوسايتس التهاب بالعضلات هيك شيء. كاريرز اوف دوتشين ماسكولار ديستروفي شوفي ام المصلز اليوجوالي فيسيولوجيكال. هاي سلالة سلالة افرو كاربينز بحثت عنها افريقيين مجرين عايشين فيسيولوجيكال ذولا احنا بالعراق فشعدنا بيها مو فشي مهم. الهايبوثايرويدزم اهل الهايبوثايرويدزم بس عنده خمول بالنشاط، فالمصل مالته صار بها خمول، فالمستوى الكرياتين كاينيز بالبلاد ما راح يطلع من البلاد يعني هيجي. الدراج ستاتين ذني الستاتينز جروبز اوف درجز هم يخلينا بهاي الحدود اللي هي اقل من خمسة بالنسبة لمن هذا يا انزيم كرياتين كاينيز. هسا احنا اخذنا ال دي اتش لاكتيت ديهايدروجينيز والكرياتين كاينيز على انه هن ذني
شنو بالله ايزو الهن ايزو انزيمز ال دي اتش كان الى 4، هذا الى بس 2. ال دي اتش كان بال ال دي اتش بال شنو بالمصل وبالهارت اوكي، وهذا موجود الكرياتين كاينيز بالمصل وبالبراين. طيب ناخذ انزيم اخر اسمه اي ال بي الكلاين فوسفاتيز. الالكلاين فوسفاتيز هذا قلت لكم موجود باربع اماكن هناك بالجدول، كان مكتوب عن اند اذر تيشوز. ف وين هاي مال الجدول؟ هاي يقول لي الكلاين فوسفاتيز موبون انتستين اند اذر تيشوز. من ان الاذر تيشوز هنا يقول لي الليفر والبلاسنتا، كذلك البون والانتستين. اذا صار بي مشكله يعني جايتني من وحده من ذني الاربع اعضاء. The causes of an increase in any plasma cell activity بيها physiology وبيها pathology إذا زاد. يعني هذا الـ ALP مو وقت ما زاد أقول للمريض أخبره أنت عندك فد مرض بوحدة من ذن الأربع أعضاء liver أو placenta أو bone أو intestine، لا أشوف يعني خاف هو واحد من ذن physiological conditions. شنو physiological conditions؟ اول وحده pregnancy وثاني وحده childhood. يقول لي physiological increase are being in pregnancy due to the placental isoenzyme. هو بالطبيعي يجيني يعني الفيميل قبل البريجنسي عاد يجيها الخلايا الليفر خلايا البون خلايا الانتستين، من يصير بها التيرن اوفر تموت الانزيم الاي ال بي الكلاين فوسفاتيز اللي موجود بها راح يعني يطشر من عندها للدم ونسبته تكون طبيعيه بالدم. من يساعدها برجنسي راح يجي مصدر زايد او مصدر اخر لهذا الانزيم اللي هو من هو البلاسنتا خلايا البلاسنتا، فيزيد نسبته شويه بالبلاد. هاي البرجنسي بس هاي التهود وين بونز ار جروينج دو تو ذا بون ايزو انزيم. بالتشايلدهود خلايا العظام كل دا يطول الطفل كلش يطول هواية، فخلايا العظام بيها دا تزداد فنسبته ككو انزيم صير هواية. طيب نمو العظام عالي فخلايا هواي، من تموت موت هواي، خلايا هواي موت هواي، هاي يعني دا ترجم من نفسي فأكيد ينطيني اي ال بي هواية. طيب باثولوجيكال شو وقت يزيد؟ طبعا هاي ما امراض يعني مو نتعمق بها ونبحث عنها بجوجل ونشوف شنو هذا المرض وهيجي، بس نعرفه يخص منه. يقول باك ديزيز او شنو اسمه بون اوستيوماليجيا، اوستيوماليجيا يعني يم البونز، ركت نعرفه هذا الكساح يم يم البونز. كوليسايتس اللي هو هاي يصير كولستاسيس، كولستاسيس هاي البايل المادة الصفراء بعد ما تنتج لأسباب يا أما داخل الليفر يا أما خارج الليفر. فهو انترانت اكسترا هيباتيك يعني شنو؟ يعني المشكلة يم الليفر. سيروسيس تليف الكبد يم الليفر. بون تيومرز المشكلة يم البون برايمري اند سكندري. برايمري هايبر بايروثايروديزم. طيب الهايبر ثايروديزم ايش دخلها؟ يقول لي الهايبر ثايروديزم إذا زادت الهايبر عفوا باراثايروديزم هايبر باراثايرويدزم هاي اللي تنطي البي تي اتش باراثايرويد هرمون، هذا يعلي نسبه الكالسيوم بالجسم. فشي يسوي لي؟ يسوي لي اذا يعني زيد الامتصاص من الامعاء وما اعرف شنو وحده من الميكانيكيات مالاته ماخذيها بالفسدجه انه يسحب الكالسيوم من العظم فيسوي تفليش للعظم فريسوربشن. فإذا تفلشت خلايا العظم بها إنزيم ALP الكلاين فوسفاتيز راح يزيد، فيزيد واحدة من الحالات الباثولوجيكال اللي هي هايبر بارا ثايروديزم. الهيلينج فاكتور هو هذا العظم من انكسر خلايا مالته صار لها دامجينج فهم تنطيني ALP. الأوستيومايلايتس يم العظام. هيباتيك سبيس أوكيبايدينج ليجين تيومر شوفوا هيباتيك يعني المشكلة يم الليفر. أنا وظيفتي بالمرض أعرف وين بأي عضو ده يصير، ها هي يعني مو أحفظ العضو وما أدري شنو. أي هنا عندي اسم بس الأول باج ديزيز لازم تعرفونه، هو نفس يشبه البون أوستيوماليجيا مرض بالعظام. أوكي وها هي
هذا يا هو هذا الاي ال بي انزيم، ادري صارت انزيمات هوايه وبعد بها انزيمات، بس هي هاي لازم احنا نحفظه ونسوي ريكابينج مراجعه وكذا حتى نفهم ونضبط، لان هذا تشخيص شغلاتنا. عندنا الاسيد فوسفاتيز، هذا الاسيد فوسفاتيز دلاله من حكينا بال شو اسمه قلت لكم، هذا موجود الاسيد فوسفاتيز موجود بالبروستيت، هذا كان موجود بالبروستيت، فهو بس بالبروستيت، فاي مشكله تصير دي يعني بالبروستيت، فالشغله كل سهله. اسيد فوسفاتيز توتال فاليو از انكريز ان بروستيت، البروستيت اللي يصير بها طبعا يا اما تيومر ورم خبيث كذا يا اما هايبرتروفي، فان بروستيت كانسر اند هايلي اليفيتد ان بون ميتاستاسيس اوف بروستيت كانسر ACP is therefore an important tumor marker. إذا هو موجود يعني صار عندي فد تيومر بالبروستيت، ف هو تيومر ماركر. طيب اسبارتيت امينو ترانس الاي اس تي والاي ال تي، لان شنو؟ لان الانزيمات اثنين، حتى ما ارجع لذاك الملف للصفحات البدايه، اشوفكم الملف الباوربوينت نفس المحاضره بس هاي باور. هذا ال الاي ال تي والاي اس تي قلت لكم هن اثنين الموجودات بالهارت او اند ليفر، وقلت لكم انه الاي ال تي تقريبا قليل بالهارت او يعني مو كلش هواي موجود بالهارت، فهي زغرت كلمة هارت، فهو اكثر شيء وين موجود؟ موجود بالليفر، موجود بالليفر. فاذا الاي ال تي زاد اكثر، نسوي بيناتها ريشيو طبعا نسبة، إذا الـ ALT أكثر من الـ AST يعني المشكلة بالليفر، قلت لكم حرف الـ L، والـ AST إذا هو أكثر يعني المشكلة يم الهارت. فخلي نجي نقرأ ونشوف. يقول هسه علي من دي يحكي لي عن الأسبارتيت أمينو ترانسفيريز الـ AST، هذا الـ AST اللي اسمه الثاني GOT glutamate oxaloacetate transaminase، هذا شنو؟ هذا SGOT موجود بالميتوكوندريا of the heart cells وميتوكوندريا of liver cells significantly elevated in myocardial infarction الجلطة moderately elevated in liver disease بالجلطة يعني بأمراض الليفر وأمراض الهارت. أوكي، بينما الالانين امينو ترانسفيريز هم موجودات بالهارت والليفر، بس الالانين هذا اكثر شيء من الليفر. طيب it's also called SGBT serum GBT SGBT glutamate pyruvate transaminase، هذا شنو؟ اشوفه اكثر شيء بالاكيوت هيباتيتس. اوكي، انا قلت لكم من اقيس هنا اقيس هنا ريشيو هذا وهذا. تخيلوا عندي هاي الخليه، طبعا الـ AST موجود بالميتوكوندريا والـ ALT موجود بالسيتوبلازم. شوفوا نقدر حتى هاي الـ S والـ L تفيدنا، هذا صحيح هو AST بس ما موجود بالسيتوبلازم بالـ S، موجود بالميتوكوندريا، وهذا الـ ALT موجود بالميتوكوندريا عفوا بالسيتوبلازم. ف عندي هاي الخلية وخلينا نفرض الـ الميتوكوندريا بنصها هاي، فاول ما يصير بها دمج بالنص بنصها بالميتوكوندريا منو موجود؟ موجود الاي اس تي، او خلي اقول هذا اس، او بالسيتوبلازم مالتها منو موجود؟ اي ال تي، هاي مزت الحرف ال اي ال تي. فاول ما يصير لها دمجينج راح ينكسر هذا الغشاء مالتها، يا انزيم يخرج، يخرج الاي ال تي، هاي خلايا الليفر. اوكي، خرج الـ ALT فزاد نسبة الـ ALT، ورا ما تقدم المرض وبعد يوم يومين أو أسبوع أو أكثر راح تتفلش غشاء، يلا يوصل المرض أو يلا توصل الخطورة يم غشاء الميتوكوندريا، ومن من يتفلش غشاء الميتوكوندريا عود بعدها يلا يطلع الـ AST، فأول واحد يطلع من هو الـ ALT، فبخلايا الليفر الاي ال تي زيادتها تكون اكثر من الاي ال من الاي اس تي، الاي ال تي هو الاعلى. اوكي، من عندي فد مشكله بالليفر
طلع الاي ار تي صار سيفيرتي بالتقدم المرض عندي، ومن تقدم وراها بفتره يلا زاد يلا يلا وصل للميتوكوندريا وزاد الاي اس تي، فالقى الاي ار تي اعلى، الاي اس تي تو بادي يزود والاي ار تي لا واصل لفت قمه. فشي يقول لي؟ يقول لي بوث اي ار تي اند اي اس تي ار انكريست ان ليفر ديزيز، يعني هني يزيدن، بس شنو؟ الاي ار تي اللي موجود بالسيتوبلازم اكبر من الاي اس تي، حلو، لان هذا اول ما بدا يصير فد خلل بالخليه بدا يزيد، لان هو صف الحائط صاير صف بالسيتوبلازم، ذاك لا موجود هي ضامته الخليه بضميمه مثل ما يقولون. مودريت انكريز مي بي سين ان كرونيك ليفر للديزيز such as cirrhosis, malignancy in liver. شوفوا هذا الـ ART شغلته أكثر شيء من الليفر أصلاً، ما يعتبرونه بالتشخيص وهيكي ما يعتبرونه موجود من الهارت، موجود هو من الهارت بس بكميات قليلة يهملونها. أوكي، إذا الـ AST أعلى لا أقول هذا المشكلة مو يم الليفر، المشكلة يم الهارت، فادتنا ذن الاثنين بالدايجنوسيس، بس مو اقيس كل واحد وحده، اقيس الاثنين هنسويه. الكرياتين كاينيز اخذناه، نجي للبروستيت سبيسيفيك انتيجين. احنا اخذنا قبل شويه الاسيد فوسفاتيز، ذاك كان في الدليل على على البروستيت، لقوا يعني في دليل اقوى او في انسيدنس مؤشر افضل اللي هو مو انزيم انتيجين، فسبيسيفيك انتيجين بي اس اي بروستيت سبيسيفيك انتيجين. هذا بروديوس طبعا ما راح تحكي عنه الدكتوره لان هو مو انزيم بس بدني الاربع عصر، بروديوس فروم سيكريتوري ابيثيليوم اوف بروستاتيك جلاند من البروستات، اتس نورمال سيكريتد انتو ذا سيمينال فلويد، اتس فيري سبيسيفيك فور بروستيت elevated in benign prostate enlargement and prostate cancer. يرتفع بال benign prostate enlargement يعني ورم حميد او ورم خبيث. ها هي احنا عندنا كلمه تيومر للمعلومه، يعني هاي هم ذكرتها الدكتوره بهاي المحاضره، كلمه تيومر يعني ورم قد يكون حميد malignant وقد يكون benign، اما كلمه cancer لا هاي خبيث 100%. فهاي قال elevated in benign prostate enlargement فد ورم حميد او cancer ورم خبيث. اخر انزيمات اثنين اللي هن الاميليز، وراح ناخذ اللايبيز. الاميليز احنا نعرفه من ايام الكورس الاول، هو يجينا من البنكرياس ومن السليفري جلاند، يفيدنا بهضم الكربوهيدرات، فمؤشر بين البنكرياس وبين السليفري جلاند. فالفاليو از انكريز اباوت 1000 ألف مرة times in acute pancreatitis which is life threatening condition، حالة مهددة للحياة. The peak values are seen between 5 إلى 12 hours after the onset of disease and returns to the normal level within 2 to 4 days after the acute phase has subsided. يعني هو أول ما 5 إلى 12 ساعة بعدها، بعد ما يبدي المشكلة pancreatitis التهاب البنكرياس، يبدي يعلق هذا الانزيم الاميليز. بعد حوالي يومين الى 4 ايام، هنا راح ينطيني 7 الى 10 ايام طبعا، هو يعني المده راح يرجع للنورمال. مودريت انكريز ان سيرم ليفلز ار سين ان كرونيك بنكرياتيتس، وبعد بالمونس اللي هو باروتيتس هذا النكاف، هذا باليم الباروتيد جلاند اللي هي سليفر جلاند، ف يعني صار بها التهاب السليف الاميليز اللي ينفرز من عندها راح يزيد للدم، يعني راح يخرج من عندها ويروح للدم، وبالتالي يزيد هذا هذا الانزيم. obstruction of pancreatic duct and renal disease ايضا يزيد بال obstruction اذا صار بالبنكرياتيك duct، هاي يعني مشكلة من البنكرياس طبيعية. برينال ديزيز ليش يزيد برينال ديزيز؟ احنا قلنا هو موجود بالبنكرياس ومن السليفر جلاند. رينال شنو دخلها؟ شنو علاقتها بالموضوع؟ الجواب طبعا بحثت، فقال لي انه رينال تسوي له اكسكريشن، تخلص الجسم من عنده، فاذا الكدني راح تخلص الجسم من الاميليز، ورمي كم بالشغلة كذا يخرج
عن طريق الكدني، فاذا ما اذا بيها مشكله هذا راح يعلق. بس انا ما اهتم لبرينال ديزيز، لانه انا بتشخيص الامراض الكلى اروح عند رينال فانكشن تيست، محاضره كامله وفحوصات كامله اشوف بيها، يعني مو ما اعتمد عليه. نورمال يورين فاليو از 20 الى 160 هاي الوحدات، او اقل من 375 يونت بير لتر، هاي بس فرق وحدات. It's increased in acute pancreatitis. It's increased on the first day. It remains to be elevated for 7 to 10 days. يعني يبقى مرتفع إلى 7 أو 10 أيام. هنا ذكرت لي يومين إلى 4 أيام. المهم فترة قصيرة بالأيام ويرجع طبيعي. هذا الأمايليز. نجي إلى واحد يشبهه، اللايبيز. اللايبيز يشبهه بس شنو؟ مور سبيسيفيك، لأن هذا يخرج بس من البنكرياس، ماكو سليفر جلاند. فإتس هايلي إليفيتد إن أكيوت بنكرياتيتس. This persists for 7 إلى 14 داي. شوف يبقى مدة أطول، يبقى مرتفع مدة أطول من الأمايليز، 7 إلى 14 يوم. Thus, lipase remains elevated longer than amylase. Moreover, lipase is not increased in mumps. يعني ما يرتفع بالنكاف. النكاف مشكلة يم السليفر جلاند. اللايبيز يخرج يعني ينتج من البنكرياس بس، ما له علاقة بالسليفر جلاند. فما له ما يزيد بالمومس بالنكاف. انزيمز اس ثيرابيوتيك ايجنتس. احنا كملنا المحاضرة وكملت كلينيكال انزيمولوجي. راح ناخذ شنو نسميها فوائد كذا عنوان او عنوانين عن عن الانزيمات. الاولى انه الانزيمات صحيح هي فادتني بالدايجنوسيس، هسه ذيك ال 22 سلايد اخذنا كلها تفيدني بالدايجنوسيس، تفيدني بغير الدايجنوسيس يقول لي ايه تفيدني. هذا ستريبتوكاينيز او يسحوله يوروكاينيز، هذا يعالج التخثر. اذا ستريبتوكاينيز هو جاي من نفس الانزيم طبعا، جاي من البكتيريا اسمها ستريبتوكوكس، نسميه ستريبتوكاينيز، او من اليورين يوروكاينيز. هذا شنو وظيفته؟ ستريبتوكاينيز او يوروكاينيز نفس الوظيفه، لايز يعني حل الانترا فاسكولار كلوت and are therefore used in myocardial infarction. يعني هذا يحلل التخثر، يصحوا له ثرومبولايتيك، يعني ثرومبو تخثر ثرومبولايتيك. فاذا واحد عنده جلطه ام اي ينطونه ستريبتوكاينيز اللي هو انزيم او يوروكاينيز يعالج له الجلطه. يا الله. عندنا البيبسين والتريبسين، هذني مال هضم، given to patients with defective digestion، يصح لهم عندهم عسر الهضم ينطوهم انزيمات بيبسين وتريبسين، خصوصا ذني الهضم مال البروتينات. اسبارجينيز انتي كانسر. طيب العنوان الاخير اللي هو شنو؟ انزيمز يوزد ان كلينيكال لابوراتوري. واحده من فوائد الانزيمات انه نستفيد منها بالمختبر. شلون؟ عندي هذني انزيمات اثنين، مثلا هذا الجلوكوز اوكسيديز. هذا الجلوكوز اوكسيديز صحيح هو انزيم بس يستخدموه يعني كيت، ماده كيت وقياس مثل ما اشتغلنا بالكورس الاول، يكشفون بيه عن الاستيميت جلوكوز ليفل ان بلاد، يقدرون مستوى الجلوكوز بالجسم، اسمه جلوكوز اوكسيديز. عندنا انزيم ثاني اسمه ريستركشن اندونيوكلييز، هذا من يردون يتعاملون ويا الدي ان اي، دي ان اي شريط طويل فلازم يقطعونه، فيجيبون هذا الانزيم اسمه ريستركشن اندونيوكلييز. فذني لابوراتوري يوزز اوف انزيمز، فيقول لي a list of enzymes used in clinical laboratory methods for blood analyte estimation are made specifically by using enzymes. يعني نسويها بشكل دقيق باستخدام بعض الانزيمات، هذا الجلوكوز اوكسيديز وهذا الريستركشن اندونيوكلييز اللي يسوي لي كت للدي ان اي. وها هي هذا شو اسمه عندنا شنو هاي؟ هاي احنا اخذنا بالسلايد الاول، هذا السلايد الاول كانت كل انزيم ومكانه اللوكيشن مالته. احنا هنا مثلا الاي اس تي
اللوكيشن مالته بالهارت وبالليفر. طيب الاي اس تي اذا زاد وين يسوي لي مشكله؟ مشكله يا اما بالهارت يا اما بالليفر. اوكي واحنا نشوفه نقارنه هو والاي ار تي ونشوف المشكله بالهارت او بالليفر. بس كمشكله صير لي ام اي جلطه ليفر ديزيز سبيشالي وذ سيل ليفر دامج، يعني كل الخليه تتفلش لان هذا الاي اس تي موجود بنص الميتوكوندريا، ضامته الخليه علينا موجود بنص الميتوكوندريا، الا السيل دامج كلها تتفلش يلا يلا يخرج. طيب عندي منو بعد الاي ار تي هم بالليفر مشاكل هارت وليفر ليفر ديزيز سبيشالي وذ ليفر سيل دامج ليفر ديزيز، وهذا موجود بالسيتوبلازم. طبعا الالكالين فوسفاتيز، هذا الالكالين فوسفاتيز وين موجود؟ الالكالين فوسفاتيز موجود بون انتستين كذلك بلاسنتا وليفر. ف الامراض وين مالته؟ بالليفر ديزيز بيلير ابستراكشن اوستيوبلاستيك بون ديزيز ريكيت، يعني امراض مال ذن الاعضاء. الاسيد فوسفاتيز على يم البروستات. طيب الجلوتاميل ترانسفيريز ليفر ديسوردر لايك ليفر سيروسيس تليف الكبد، وذولا خصوصا عند اهل الكحوليزم. كرياتين كاينيز هذا بالمصل والبراين، هذا موجود بالمايوكارديال انفاركشن سكليتال مصل ديزيز، ما منطيني مثال عن مرض بالبراين والحمد لله. لاكتيت دي هيدروجينيز هذا الموجود قلنا هذا البي 4 ايزو انزيمز بالهارت وبالمصل. مايوكارديال انفاركشن اذر ديزيز لايك ليفر ديزيز ايضا ممكن تسوي لي سام بلاد ديزيز. الامايليز اكيوت بنكرياتايتيز كذلك بالمونس، ما مذكور بالجدول بس هو الامايليز ايضا يرتفع بحاله المامس النكاف. طبعا الانزيمات كل السهلات يعني ما بهن صعوبه، محاضره بسيطه جدا بس يحتاج ان نركز عليها ورقه وقلم كل معلومه ناخذها ونعيدها وكذا، وسهل ان شاء الله. اي سؤال او كذا انا موجود، كل التوفيق يا رب، مع الف سلامه.